السلام عليكم ورحمة الله، الطلبة الأعزاء في مساهق قام بمقطع الوسائط المتعددة. معكم الأستاذ أنس أبو حسان من جامعة فلسطين التقنية قدور في رحم الله. استكمالا لما بدأناه في تصميم المواقع وإضافة حركات تفاعلية عليها في مساهق أنظمة الوسائط المتعددة، سنتناول اليوم درسا جديدا ويتكلم عن الخطوط، أي التعامل مع الخطوط في داخل صفحة الويب من خلال استخدام ال HTML. طبعا نعلم أن الخطوط والتعامل معها من حيث الحجم، من حيث اللون، من حيث نوع الخط، هي من الأمور المهمة جدا في عملية تنسيق صفحة الويب. في البداية يتم التعامل مع الخطوط عن طريق تاج تسمى فونت، بداية التاج ونهاية التاج. ننتقل هنا إلى الأمور الأساسية التي سيتم التعرض لها وشرحها في الجانب العملي. أولا خاصية فيس، تقوم هذه الخاصية بتحديد نوع الخط الذي نريده، وقد تقوم بتحديد أكثر من نوع معا. وفي هذه الحالة إذا لم يتواجد الخط المحدد أولا على جهاز الشخص الذي يتصفح الموقع، يتم اعتماد الخط الثاني. هون احنا بنحكي عن نوع الخط اللي ممكن احنا نستخدمه. طبعا انتو شايفين هون ان فون كيف آلية احنا تحديد نوع الخط في صفحة الويب عن طريق الفونت فيس اللي هي شكل الخط، اما بكون عندي تراديشنال ارابيك او ارابيك ترانسبورنت او سيمبليفايد ارابيك. بس اللي بحكي لي هون اذا كان مثلا ما فيش عندي تراديشنال ارابيك راح ينتقل للثاني، ما فيش الثاني راح ينتقل للثالث. طبعا في الفونت هون شوف كيف فتحنا هون وسكرنا هون، يعني هي لسه هاي كلها التحديد في عملية البداية، تاج البداية، تاج النهاية هي هون بتكون هون. هسا بنحط النص اللي احنا بدنا اياه هون اللي راح تنطبق عليه الصفات الأساسية من نوع الخط. الخاصية الثانية اللي راح نحكي عنها الكلر، يعني احنا الخط اللي استخدمناه فينا نعطيه لون. طبعا هون الفونت ناخذ كلر وبنعطيه لون زي ما احنا حكينا المرة الماضية، اذا بتتذكروا حكينا الألوان هي عبارة عن ريد وجرين وبلو، كل منزلتين بتعطي عندي لون. إذا هون معطيني اف اف، هو مستخدم اللون الأحمر ولم يستخدم ايش الأخضر ولا الأزرق، فالخط راح يطلع عندي باللون الأحمر وبكتب الخط اللي بدي إياه. هي صار في عندي نوع الخط، في عندي ايش ممكن استخدم موسم ثاني اللي هو عملية ايش لون الخط. السايز طبعا هون السايز بيحكي لي هون في 7 أحجام فقط ممكن تتعرف عليها المتصفحات. كيف بنحددها؟ عن طريق أول شيء كتابة أرقام من بين سالب أو نيجي نحكي من 1 لـ 7، يعني إنت فيك تعطيني رقم من 1 لـ 7، يعني فونت سايز 4، فونت سايز 5، فونت سايز 6، معك لحد 7. هذا الأسلوب المباشر. الأسلوب الثاني نيجي نحكي هون زي ما انتم شايفين هون، هاي عندي بلش عندي من 1 لـ 7، طلع كيف حجم الخط. الاسلوب الثاني بكتب لي اياها من 1 لـ 6، اما باستخدام اشارة موجب او بالاشارة السالب، يعني بلس 4 او ماينس 4. طبعا هون ايش بحكي لي؟ في هذه الطريقة الأرقام مواد الـ 6 تمثل درجات التكبير أو التصغير، يعني عندك 4 زائد 4 درجات على الحجم الافتراضي، ماينس 4 يعني ناقص 4 عن الحجم الافتراضي. طلع هون، طلع كيف عندي هون -1 -2 -4 -3، طلع كيف حجم. أوكي هان 1 2 3، والحجم الافتراضي هو عندي اللي بكون عند الصفر.
طيب فيها يعني احنا هدول اهم حركات او نيجي نحكي اهم تاج ممكن نتعامل معها ايش في الخط. مرة تانية بنذكر فيهم، في عندي الفيس اللي هو نوع الخط، الكلر لون الخط، السايز حجم الخط، وفي عنا هاي الامور الاساسية. ننقل لجزئية تانية، احنا غير الخط هون او نجي نحكي هون امثلة بطبق لي اياها على استخدام الخط. يعني كي فونت فيس نوع الخط اريا، السايز 6، الكلر احمر، وكتب الجملة هون اللي بده اياها وسكر الفونت. لاحظ انه اجت الجملة عندي هون this font هي نفسها الجملة هاي، لكن حجم الخط 6، 6 هو اقل من 7 اللي هو اكبر حجم، وهي اقل من الاكبر حجم درجة. في عندي هون اطلع كيف font face area size plus 3 color نفس الشيء، يعني فوق الحجم الطبيعي 3 درجات، فاعطانا نفس الجملة ولكن بحجم اكبر. هنا غير نوع الخط عندي font face times new roman size 5، الكلر red green blue، هون استخدم لون ازرق، فاستخدم FF واعطانا اللون الازرق. هاي مثال استخدمنا فيه الفيس اللي نوع الخط وحجم الخط ولون الخط. ننتقل لهون نوع ثاني من الخط اللي استخدمه فرير، زي ما انتم شايفين هون زي كأنه آلة كاتبة. طلع هون المثال اللي اعطاني اياه هون عفوا، فونت فيس اريال سايز 5 كلر، اعطاني لون ذس، يعني كلمة ذس اخذت صفات اللي اعطاني اياها هون. اجي اعطى نوع تاني خط وحجم تاني وكلر تاني از، معناته this is multi color multi face and multi size color او multi size text. لاحظ ايش الجملة هاي، الجملة هاي كل كلمة فيها اعطاها صفات مختلفة من حيث حجم الخط ونوع الخط ولون الخط. في هذه الحالة راح نلاحظ انه هيك الشكل راح يطلع لنا this is multi color multi face and multi size text، يعني كل كلمة من كلمات العبارة أو الجملة اللي عندنا أعطاها شكل معين، نوع خط معين، حجم معين، ولون معين. مثال ثاني نفس الشيء بس هنا في كلمة واحدة، لكن هاي الكلمة أعطاني كل حرف بصفات معينة من حيث نوع الخط، استخدم نوع خط موحد اللي هو impact، والسايز موحد لكن لعب هنا في الكلام، فطلعت عندنا الكلمة ملونة بالألوان زي ما تشايفين هنا. الكلر أعطانا إياها من أسود لآخر لون موجود هون. في وسوم أخرى إضافية ممكن نحكي عنها هون اللي هي استخدام إيش؟ خطوط ولها صفات معينة، زي ايش مثلا ممكن نستخدم عنا هنا الامور هاي اللي مثلا عندي البيس فونت نيم اريال، يعني هذا اسم الخط عندي هون واعطاني الحجم والسايز له. نشوف هنا ايش اللي ممكن يستخدمها عندي هين، استخدم هون أمر ثاني بنستخدمه في الهيدنج اللي هو هيدنج ان، يعني هيدنج مع نمبر. هذا الحكي كنا شرحناه في اللقاء الأول، أعطيناكم إنه العناوين عندنا تأخذ اختصار اتش وبتأخذ رقم من 1 إلى 6، فرقم 1 أكبر خط، أصغر منه لحد ما نوصل لهيدنج 6 اللي هو أصغر خط زي ما أنتم شايفين الشكل هون هيدنج 1 2 3 4 5 6. هيك عنا بكون ايش الهيدنج، اذا كان في عنا نعمل هيدنج للخطوط ونعطيها الوان عفوا احجام. هسا في عنا تنسيقات اخرى ممكن نضيفها عنا، ايش هاي التنسيقات اللي احنا ممكن نضيفها عنا؟
في حال إني أنا بدي أكون أو بدي أستخدم خط يكون بولد أو ممكن نسميه سترونج. سترونج هون أو البولد اللي هو الخط الأسود الغامق السميك. طلع هون This is bold text. كيف نستخدم bold text؟ مجرد ما حطيناها بي حرف بي هون. اوكي تيجي عندي هاي البولد تكست. نفس الشيء عندي سترونج تكست نفس النتيجة اللي بتعطي عندي. في عندي تنسيق تاني اللي هو ايطاليك او انفوسايز تكست. نفس الشيء هذا بعطيني خط مائل. اذا انا بدي استخدم خط مائل بعطيني او فيني استخدم وسم اللي هو حرف الاي او اي ام. طبعا هاي في اللغة الانجليزية بتظهر الكتاب المائلة لكن بالعربي مش كتير بتكون بارزة. التنسيق الثالث اللي بنحكي عنه اللي هي underline text، نحط خط تحت النص الموجود عندنا. نفس الفكرة بنحط بين حرف يو يو نحط underline text اللي هي الجملة اللي بدنا اياها. فينا تنسيقين كمان اللي هي subscription super ايش script text. subs ايش super script text أو سبسكريبت تكست. السوبر سكريبت تكست إنه يظهر عندي النص زي كأنه هو الرقم هو. This is لاحظ أجا النص عندي فوق اللي بنسميها سوبر سكريبت. يعني أنت مجرد ما حطيت اللي اختصار سوبر سكريبت بيجي الخط الجملة هون فوق ترتفع للأعلى. بعكسها هون بفرق عندي بحرف البي طبعا سبسكريبت. سبسكريبت بيجي عندي أسفل النص. يعني فيني ارفعه كقوة وفيني انزله هنا تحت يكون في وصف صغير اسفل منه. في عندي خاصية كمان من التنسيقات اللي هي البيج. بيج تكست انه يكون الخط اكبر من اللي قبله او من الفقرة اللي هو موجود فيها زي ما انتم شايفين هون. فينا نعمل ايش البيج تكست. السمول لاحظ انت اذا جيت استخدمت كلمة سمول هون تعطيك كلمة small text هون وبتشوف ان الخط بيطلع عنا اصغر. في كمان اللي هي خاصية التريك. التريك هي عملية شطب لكلمة او لعبارة. احنا بنيجي بنحطها في تاج. مجرد ما فتحنا التريك هون حطينا الجملة اللي بدنا اياها وعملنا تسكيل التريك هون لاحظ انه بيشطب لي اياها بخط. هاي بيستخدموها في امور السكرتارية والطباعة. في كمان عندي اللي هي تيلي تايب زي الآلة الطابعة. بتخلي الخط يطلع عندي زي الآلة الطابعة فينا استخدم تي تي واسكر تي تي اللي هي زي التيلي تايب. هاي اهم رسوم احنا او اهم تنسيقات ممكن نحكي عنها بتم استخدامها في صفحات ال HTML. هون في بعض الامثلة عندنا هون زي ما شايفين هون عندي بولد ايطاليك اندرلاين. لاحظ احنا بنفتح هون بستخدم اكثر من تنسيق لكن اول واحد بنفتحه اخر واحد بنسكره ثاني واحد ثاني واحد ثالث واحد ثالث واحد. ليش؟ حتى ما يكون في عندنا اختلاف. معناته الاساسيه انه بده يكون عندي بولد والخاصيه الثانيه ايطاليك والخاصيه الثالثه اندرلاين. لاحظوا بولد ايطاليك اندرلاين. هون استخدم فونت كلر مع سايز. كمان استخدم خصائص التنسيق الأخرى للأندرلاين والإيطالي. يعني أعطاني لون أحمر أعطاني سايز معين اللي هو زائد 3 لكن كمان بده تحته خط وإيطالي اللي هو مائل. هاي زي ما انتم شايفين هون. هون بحكي لي على خاصية الوسوم إنه أول واحد تفتحه لازم آخر واحد تسكره. يعني بي بي يو يو قبل أي أي بيجي النص حتى يتم تطبيق الوسم بشكل صحيح. زي ما تشايفين هون فتح بولد ايطاليك اندرلاين. خطأ هون انه يستخدم هاي العبارة. لازم يكون عندي بولد اول واحدة فتحت اخر واحدة اتسكر عندي هون. يعني هاي احنا اهم رسوم احنا بنحكي عنها في ال HTML. هون في خصائص تنسيق النص والفقرات الموجودة عندنا في هاي الجزئية اللي احنا حكينا عنها هون. شكرا لكم، نتجه للتطبيق العملي ان شاء الله.